هلو هلو لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كل شيء مزيانه. الموضوع ديال هاد لا فيديو هذا هو تغيير الشخصيه ديال بنادم او تغيير الحياه ديال الانسان، يعني كيفاش تغير حياتك وامتى خصك تغيرها. يعني كاين واحد بعض العوامل او بعض الاشياء باش تغير حياتك، الا وصلتي ليهم خصك اوبليجي تغير حياتك. ويعني تغيير الحياه او تغيير يعني روتين الحياه او نمط يعني او الشكليه باش كتعيش هاد الحياه ديالك، كيجي الا وانت بغيتي من الداخل ديالك انك تغير وتبدل للاحسن. اللي مهتم بهاد لا فيديو يبقى معايا ان شاء الله نستافدو جميع. العلامات منها انه كاين بعض الناس كيف يقوا في الصباح، يعني ما كرهوش يبقاو هما ناعسين، ما يديروا حتى شي حاجه، يبقاو غير ناعسين بلاصتهم. يعني كيقول مع راسو انه الا فقت غنعاود نفس الحوايج، غندير نفس الحوايج حتى الا مشى الخدمه ديالو ولا مشى ناضي يدير هذاك الشيء اللي كيدير في اليوم ديالو، يعني في العاده ديالو يعني اليوميه كيديروا وهويا يعني بواحد الطريقه ممله، يعني ما فرحانش على داكشي اللي كيدير، يعني وكيحس براسو انه كيخسر واحد الطاقه كبيره على واحد الحاجه اللي اصلا ما كتحتاج طاقه، اصلا بالاصل ما كتحتاج طاقه. يعني كيجي مهلوك مهدود، صحته مدقدقه عليه، ولكن عقله دماغه خاوي، يعني الصحه يعني بحال الروبو، كيكون بحال الروبو ان صح التعبير، بحال الروبو يعني كيخدم ولكن الداخل ديالو ما مرتاحش، والحاجات اللي كيدير ما كيديرهاش عن حب، يعني ممله، كتجيه ممله وروتينيه، يعني كيكون شخص ماشي اكتيف ان صح القول. هاد الشخص خصو يتغير. على نهار او يومين او ثلاث ايام، يعني كنشوف بعض المرات كنشوف شي كتوبه ولا شي دي فيديو في يوتيوب هكا كيقول لك بعد هذا الفيديو ستتغير حياتك للافضل، يعني في نفس النهار او في نفس، ولا كتاب كيقول لك ان قرات هذا الكتاب ستتغير عندما تنهيه ستتغير. كشرا ما كاينش. تغيير الشخصيه ديالك او تغيير حياتك كيكون على واحد المده طويله وبالرغبه ديالك انت، واحد المده طويله اللي كنقول طويله يعني كتكون فوق 5 سنين، يعني انت كتبني في هذيك في هذاك التغيير وهذيك الشخصيه ديالك كتبنيها كتولي للافضل. هذا الشيء كنقولو عن التجربه ديالي، حتى انا كنت بزاف كنفيق، ما كنكرهش نبقى غير ناعسه، غير يعني ما كنقدرش ندير حتى شي حاجه، انا كندير هذوك الحوايج اللي خصني ندير ضروري ولكن ما كنديرهمش وانا مرتاحه، يعني كنديرهم كنعيا كندير واحد المجهود ولكن في الداخل ديالي انا ما مرتاحش على داكشي اللي كندير وما عاجبنيش. كاين في البناء ديال الشخصيه ديالي او التغيير ديال حياتي، يعني كان مع الوقت، دابا في عمر 24 عام، يعني الحمد لله راضي على راسي، وما كاينش شي واحد فينا بيرفكت يعني مثالي ما كاينش، ولكن الانسان خصو يكون يعني راضي على نفسه، يكون يعني بوزيتيف، ما يكونش متشائم. يعني راه الحياه كتهبط وكتطلع، يعني ما يمكنش يكون ديما فرحان، ما يمكنش ديما يكون عنده المشاكل، ولكن خصو يكون يعني الجانب الايجابي اكثر من الجانب السلبي. وكاين علامه اخرى اللي الا وصلتي لهاد العلامه انه خصك سيغمون تغير، يعني اوبليجي تغير، هي ملي كتولي تكذب على صحابك، تكذب على لونتوغاج ديالك، المحيط ديالك تولي تكذب عليه، يعني كتقول درت مشيت لهذيك البلاصه، انا قديت هذيك الحاجه غير باش تبان نتايا قدام هذوك الناس بلي زوين وما كتغلطش ونتايا قوي، يعني بالكذوب، يعني كتحس براسك ضروري خصك تكذب، خصك تقول تمشي مثلا عند صاحبك انا راه درت ديك الحاجه ومشيت لديك البلاصه وراه شنو شنو شنو، غير باش تبان نتايا يعني شخص مثالي. هنا راه كتعرف راسك وصلتي لواحد المرحله متقدمه.
خصك تغير ضروري ضروري ضروري، قلت لك خصك تغير ياك باش تكون هذاك الشخص اللي انت كتكذب باش تولي بحاله. داك الشخص اللي بغيتي تكون بحاله هو ماشي شي يعني شخصيه اخرى، هذيك اللي كتكذب بها على الناس. خصك تغير وتخدم على راسك باش تكون هذيك الشخصيه اللي انت بغيتي، ماشي تكذب باش تبان نتايا ما كتغلطش، ما يعني كلشي اللي كدير راه زوين. كلنا كاين فينا اللي تقريبا الاغلبيه كاين عنده واحد الصوره في باله كيبغي انه يكون بحالها، او يعني تكون شخصيته بحال هذاك الانسان او شي حاجه. يعني الا ما يعني درتي القوه ديالك وانت بغيتي تغير وكافحتي وبزاف الحوايج، راه عمرك تغير. خصك من انت تكون باغي اصلا، تكون باغي تغير وتبدل حياتك الافضل. اللي الا كانت فيك خصك تبدل ضروري تغير حياتك، هي ملي كتكون متشائم يعني ديما انت ما كتعرفش ما كديرش ما غاديش دير ديك الحاجه حيت الناس غيقولوا انت ما كتعرفش، يعني كديموتيفي راسك براسك. يعني قبل ما يقول لك شي واحد نتايا هذاك الشيء اللي درتي ما زوينش ولا ماشيش هو هذاك، انت قبل كتقول لراسك انا راه ما نقدرش ندير هذيك الحاجه وامبوسيبل نقدر نديرها. يعني فاش كتكون وصلتي لهاد المرحله ديال التشاؤم، يعني ما كتكونش اكتيف بالمره، حان وقت التغيير. والتغيير كيكون يعني مرحله بمرحله او خطوه بخطوه، يعني باش ما تحسش براسك يعني مخنوق تخنقتي، يعني شويه بشويه باش كتبدل حياتك او كتغير الشخصيه ديالك. دابا ندوزو الخطوات ديال التغيير. اول خطوه هي خصك تكون انت باغي تغير، يعني ماشي تكون غير سامع على هذيك الحاجه، او يعني قريتي واحد الكتاب مثلا وكيهضر على التغيير غتقول انا غنبدا نتغير. خصك ديجا تكون نتايا فكرتي باش تغير وبغيتي تغير للافضل وتحسن حياتك اللي ديجا هي ما عجبكش وكتعيشها غير بملل، يعني وغير بحال كتعيشها بزاف عليك، يعني بزز منك. والخطوه الثانيه هي انك تعترف بالغلط ديالك. يعني الا غلطتي ما تقولش تخلق راسك اعذار يعني باش تبرر على نفسك وانت غلط، يعني ضروري خصك تعترف بالغلط ديالك. التغيير كيطلب بزاف المحاولات، بزاف يعني بزاف الخطوات وبزاف المحاولات. يمكن يعني تحاول انك تغير وما تقدرش تفشل وتعاود عاوتاني تحاول انك تغير مره اخرى وتحاول تخرج من هذيك الحياه اللي انت ما راضيش عليها وما عجبكش. ثالث خطوه دير هي بزاف هي انك تخرج الناس او الاشخاص اللي عاطين واحد المروريه لحياتك، يعني وهما ديما متشائمين حتى هما كيعطيوك غير النيجاتيف، كيعطوك غير النيجاتيفيتي اللي كيعطيوك، ما كيعطيوك شي حاجه بوزيتيف. دائما هما يا ما كيعرفوش حتى هما، دائما تبغي دير شي حاجه يكونوا هما الاولين يقول لك لا ما تصلحش ليك ما ديرهاش هذه ماشي مزيانه، يعني كيكونوا سامين لي بيرسون توكسيك. الناس اللي يعني كيحيدوا لك المذاق ولا اللون من حياتك، هادو خصك تحيدهم من حياتك بمره بلا ما تلفت من وراك. ورابع خطوه هي التفكير الايجابي، يعني تكون تفكيرك ايجابي. يعني ديجا في الاول كما قلت في الاول يعني كتقول انا راه غندير ديك الحاجه ولكن ما نقدرش نديرها، يعني خص التفكير ديالك يولي ايجابي، انا غندير ديك الحاجه ولكن ان شاء الله باذن الله راه انا قادر عليها وانا غنوصل ليها وانا غندير ديك الحاجه. ويعني ديما كتفكر بوزيتيف التفكير، يعني كتعود الدماغ ديالك انه يفكر بوزيتيف، يعني من الداخل انك تفكر ديما بايجابيه، هذا كيساعد انك تغير وتبدل حياتك للاحسن.
وخامس حاجة أنك تحمي الأفكار ديالك، الأفكار ديالك اللي كتفكر فيها في الدماغ ديالك تحميها من التماطل، يعني تكون بدير شي حاجة تقول خليها حتى من بعد، تحمي نفسك والتفكير ديالك من المقارنة، تقارن شي غيرك، تقارن نفسك مع شي واحد آخر، يعني تحيد هاد المقارنة. يعني أنا نطمح نكون بحال داك الإنسان، حيت كيعجبني كتعجبني البيرسوناليتي ديالو، كنرتاح فاش كنسمع الهضره ديالو، ما كرهتش تكون الهضره ديالي بحال ديالو، ولكن ما نقارنش نفسي بحاله بيه، نقول هذاك حسن مني ولا انا وانا والو، هو شوفي فين واصل، هو شوفي كيفاش داير، ولا هو خصك تقول نطمح نكون بحاله، ولكن ما نقارنش راسي بيه، نقول انا اش عندي وهو اش عنده. ما كيكونش يعني بواحد الخطوه من هاد الخطوات، كيشمل او كيجمع الخطوات كلها، يعني خصك تطبقها تكون بوزيتيف باش تغير. وكما قلت لكم التغير او التغيير كيكون ستيب باغ ستيب، خطوه بخطوه، ما يمكنش يجي نهار تنعس تفيق تلقى راسك مبدل، امبوسيبل. يعني خصك شويه بشويه كل شيء، هاد الخطوات الا درتيهم يعني وحاولتي انك تطبقهم في حياتك، راه باذن الله راه غادي تغير ان شاء الله للافضل والاحسن ان شاء الله. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم، وتخليوا لي التعاليق ديالكم والافكار ديالكم، وتقولوا لي شكون اللي بغى يغير حياته للافضل وبغى يعني يحيد الملل ويكون بوزيتيف، وشكون اللي ديجا غير حياته ولا داكشي اللي كيبغي هو ديجا قبل ما يتغير. ان شاء الله، باي باي، نتلاقاو فيديو جديده. هلو هلو لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم.